رهف وتميم، أهلا وسهلا فيكم بعربي ألماني. طموحة وبحب أضحك إيجابية ومرضية. حفلة شواء وهيك، ويعني أنا بعرف أكثر شيء إنه هي مديرتي. يعني هذا الشيء اللي أنتوا عم تمثلوه هلا أبداً ما بيمثل المجتمع اللي أنتوا جايين منه. إنه في دور لرهف، أنا ما بحسن إلا لا. إنه تكوني أنت عن جد سيدة أعمال. تفضل مثلاً منطقة عدم الراحة لوصل لهدفي عن الراحة. ممكن نقلبها ونقول وراء كل امرأة عظيمة رجل. شي حلو دافي. أنا جيراني ما بعرف اسمهم. كيف بتعرفي أنت بمفهومك الشخصي الخروج من منطقة الراحة؟ لحد هلا وقت بتذكر هدول أنا ببكي، عن جد ببكي. بيرجعوا يتخانقوا معك عشان يرجعوك على السيستم. ولظروف يعني شاء القدر إنه أبوك توفى. لا أنا ما لي قدران استوعب إنه عن جد أنا فقدته. كورونا، ساكنين بضاعة كتير بعيدة، ما في أي شيء من مفرفحات الحياة. إمتى آخر مرة أنتوا الاثنين أخذتوا إجازة؟ قعدنا بالفاضي تقريباً أكثر من 25 يوم. شخص قادر يصنع تغيير يعني.